بما أنه أنت بدك نفترق، شو اللي مخليك تزعلي؟ شو عم يصير معنا كرم؟ عم تحكي لي حكي وكله مزبوط يا ملك، بس أنا ما بيهمني إذا صح ولا لا، مو مهم. بتتخيلي إني ممكن أتخلى عنك؟ مستحيل أتركك. بس عم بسأل حالي سؤال. شو هو؟ انتي كم مرة تدربتي لحتى تقلي لي هالحكي هاد؟ يمكن ما نمتي كل الليل مو هيك؟ سكوت بلا وقاحة. حسب من وين عم تشوفي الأمور. وانت من وين عم تشوف الأمور لكان؟ بيجي يوم وبقلك، بس رح أطلب منك طلب صغير. تفضل، ما انت بتأمر. أنا لازم روح، عندي شغل. طلعي لعند الزلمة اللي برا وبهدليه وسمعي كم كلمة، أكيد لساته برا، لأنه مو جاي على بالي نطلع الحيط. حاضر يا كرم، أنا رح روح أخذ لك طريق. ايه بابا، كيفك؟ لسه في مشكلة يا ابني؟ الأمور منيحة، أنا حذفت المشاهد بس ما بعرف، حاسس إنه رح يجينا وجع راس. وشو اللي بده يوجعنا راسنا يا ابني؟ بتلاقي شي طريقة؟ أنت مجد شو نسيت؟ والله حسب معرفتي أنا إنه اسمي مجد. شو يعني هالحكي هاد؟ عم ذكرك بقصي بابا، شو بده يكون قصدي؟ لأني بهالفترة ما عم فكر غير إنه شو كان اسمي. أنت ابني مجد وهذا هو اسمك، والباقي مو مهم أبداً. يا ريت كان في وقت لتشوف تسجيلات الفيديو قبل ما تحذفها يا ابني، يمكن كنا نقدر نلاقي طرف خيط يوصلنا لهذا قصي. لا تخاف علي بابا، أنا بعجبك، أخذت نصها عنهم أساساً قبل ما أحذفهم، رح أقعد شوفهم هلأ. أنت شاب ذكي كتير وبتشتغل شغلك على أصوله. إذا طلع شي من التسجيلات أنا بتصل فيك وبخبرك. كل شغلي عقصوله.
شو عم تستقبلني على الباب شايفة؟ شكلك جوعان كتير. أهلين حبيبتي، كيفك؟ منيحة وأنت؟ منيح. يلا يا سيدي، بتكون فقت هلأ، إن شاء الله تكون صحيت وترد على التليفون. الرقم المطلوب لا يجيب، رجاء المحاولة لاحقا. يا الله قديش عنيدة هالبنت، ما عم ترد. لا عاد تضايق يا جلال، اتركها لا تتصل. شو بيعرفني؟ مو متعود يا وردتي، أنا ما بدي يزعلوا مني الناس اللي بحبهم كتير. خليني أحكي أنا مع ملك، ممكن نحل المشكلة من مرة لمرة. بس اللي بعرفه أنا إنه علاقتكم أنتم مو منيحة. صح، هذا شي وهداك شي تاني حبيبي. صح منتخانق أحياناً، بس بالأخير نحن منضل عيلة واحدة. صحيح، روحي احكي مع هي البنت العنيدة وشوفي لي شو قصتها. قولي لها لا تزعل أبوها لهالدرجة هي. ماشي، لا تقلق روحي، الموضوع عندي. ماشي. ما عم بفهم شو هالرابط اللي بيناتهم، مو مبين انه رح ينقطع. رح غسل ايدي وشي. ماشي، رح صب لك شاي لا تتأخر. ماشي. تفضل. سمعتي الخبر؟ أي خبر؟ أوهو خليكي نايمة، نقلوا للمدير يوسف على المشفى. لا مو معقول. وإسراء نشرت الخبر، عم يقولوا المدير فات باشتباك، بس طبعاً خبوا هالشي عن الصحافة، وعم يقولوا فات على المشفى يعمل فحوصات روتينية. أنت شو عم تحكي؟ استنى شوي رح شوف. فيني استخدم لابتوبك شوي مجد؟ آخ يا كرم، لو أعرف أنت شو عم تخطط. مين هي المرأة؟ شو اللي عم تعمله كرم؟ ايوه هي المشاهد، شو عم تعمل بلابتوبه لمجد؟ صار لك طولت جوا. وانت ليش متوترة؟ شو صار لك؟ لا، ليش هيك عم تقول؟ مجرد احساس. وانت كمان لا مبين طبيعي ولا رايق مثل العادة، يعني انا قصدي كأنه بدك تقول شيء وما عم تقدر تقوله.
ولا شيء، ما فيني شيء. بس انت كأنه بتمك في حكي، احكي لشوف شو في. بصراحة في شيء. عم اسمعك. عرفته من شوي. شو هو؟ قولي. عم يقولوا المدير يوسف بالمشفى قال تصاوب باشتباك. زميلي صحفي خبرني بهذا الحكي من شوي. اللي مزبوط؟ يعني في هيك شيء؟ بهالخصوص ما فيني أحكي. بس في مشكلة مو هيك؟ يعني مو فحص عادي ومن هالكذب؟ أحلام، بهالخصوص ما فيني أحكي، هيك التعليمات. إيه مثل ما بدك. أنا رح أغسل إيدي قبل ما بلش. كاستك بردت، إذا بدك صب وحدة تانية. أحلام؟ كرم، هي أنا. فيك تعلي صوتك شوي لأنه أنا ما عم اسمعك. ما فيني علي أكتر من هيك. وليش عم تحكي بصوت واطي؟ شو بدك بصوتي الواطي هلأ؟ اسمع منيح شو بدي إقلك. أنا وياك لازم نلتقى بسرعة كرم. طيب أحكي هلأ، شو في؟ لا تجنني كرم، لازم نلتقي بسرعة، الموضوع كتير خطير. اللي وينك وبجي لعندك؟ طيب ماشي، أنا بالكراج هلأ. طيب ماشي، أنا جاي. ايه موسى، شو عم تحكي؟ عم بقول المدير يوسف صحي واخيرا، تعال فورا، وضعه كتير منيح. ايه طيب تمام، مفهوم، هذا خبر حلو. يلا جاي لعندكم. انا لازم روح ضروري. يلا خلينا نمشي. أنت جاهزة؟ جاهزة. مفاجأة مو؟ ما في، تفضلي. أهلا وسهلا ريم. أهلا وسهلا فيكي. شو رح نضل على الباب يعني؟ تفضلي فوتي. تشربي شاي؟ شاي سخن بيكون منيح، خاصة إنه الجو بارد وبده شوية دفى. ملك، أنت أكيد بتعرفي ليش أنا أجيت لهون، صح؟ مزبوط، شكلها فرصة نادرة بالنسبة لإلك، وأكيد ما رح تروحيها، صح؟ هذا الشي وهداك شي تاني، يعني صح نحنا منضل منتخانق، بس ملك، أبوكي زعلان لأنك بعدتي عنه. شو أنتي هلأ سافرت النوايا الحسنة؟ إيه هيك شي، أنا هون كرمال جلال، يعني كرمالكن. أنا برأيي تسمعي شو رح أقلك، رجعي معي على البيت، بتشوفي أبوكي جلال وبتحكوا. يعني اللي صار قدامك كان بسيط لهالدرجة؟ أكيد لا ملك،
مو هيك قصدت. صدقيني بس عم شوفكن انتي وجلال هيك عم بزعل كتير. ما عم بفهم ليش وصل الموضوع لهون كرمال سبب سخيف. مو أنا اللي وصلت لهون، لا تنسي. بدي أسألك سؤال بسيط ووعد إني ما رح أقول لحدا ورح يضل بيناتنا. علاقتك مع كرم ما انتهت لسه، مو هيك؟ أنت من وين جبتي هالحكي؟ حاج بقى ملاك، أنت ما بتروحي عبيت ومطعم هديك المرة بدون سبب. يعني واضح كتير إنه كرم حب يعرفك على أمه، صح حكي؟ هو ما له أي علاقة. طيب عن جد عم بحكي. يلا مو مشكلة. بس كمان بتعرفي منيح مثلي إنه إذا عرف جلال، يعني إذا عرف بعلاقتكن، مو بس كرم بينأذى، عيلته كمان رح تنأذى. ليكي إذا عيلته رح يصير لها شي بسبب شغلات أنا عملتها، رح تصير شغلات أسوأ من مبارح. خبريها الحكي. أيوة، يعني أنتي عم تتمردي على جلال بهالحكي، مو هيك؟ صح اللي سمعته؟ مثل ما فهمتي يا ريم، نحن تجاوزنا مرحلة الكلام من زمان وما عاد في مزح. يلا تعالي ملك خلينا نروح سوا، كل هذا الحكي ما إله طعمي. حتخسري أبوكي كرماله. ريم، ما رح أرجع على البيت. كيف كبرتي القصة؟ أنتي متذكرة كيف حكيتي مع أبوكي؟ شو صار إذا ضربك؟ يعني إذا ضربك ما رح تعملي شي؟ أنتي بتعرفي وين الباب؟ عن جد؟ أي عن جد؟ ماشي ملك، مثل ما بدك. رايحة، باي. مرحبا، أنا دبرت العينات اللي طلبتها مني حضرتك لمطابقة الحمض النووي، رح جيبهم. يلا ما رح طول. يلا خبريني شو اللي صاير. اليوم كنت ببيت مجد، كنت بدي شوف خبر من اللابتوب تبعه. دقيقة شوي، انت شو لك ببيت مجد أحلام؟ كرم مو وقت هاد الحكي هلأ، بالأول شوف هاد. قوليلي وين لقيتي لهاد؟ شفته بلابتوب مجد. شلون يعني؟ أنت واقع بمشكلة، يعني طلع خوفي بمحله مثل ماني متوقعة. اتدخلت بشي قصة؟ نو. لكن شو عم يعمل هاد بلابتوب مجد؟ قوليلي بتتذكري حكى عن شي تاني؟ لا، لما شفته كنت لحالي وبعدها ما حكى عنه أبدا. يعني ما عرف إنك شفتي؟ لا، هو ما عرف. حسيت أنك واقع بمشكلة، قام صورته. برافو عليكي. مين هالمرة؟ وانتي شو بدك فيها؟ وين موجودين المشاهد؟ بلابتوب مجد،
كان في فلاشة موصولة فيه. تركه بالبيت ما؟ ما أخده. طيب قلي لي كان في فيديو تاني؟ مثل شو؟ فيديو فيه حدا غيري أو هيك شي مثلا؟ شو بيعرفني؟ حتى لو كان ما انتبهت ما كان في وقت، بس صورت هاد. أنا لازم أتحرك بسرعة لأخذ هالمشاهد هاي. يعني أنت واقع بمشكلة مو هيك؟ شو رح تعمل؟ كيف رح تاخدها؟ ما بعرف، رح لاقي لي شي طريقة. طيب قلي أنا كيف فيني ساعدك؟ أنت عملتي كل اللي لازم تعملي، أنا بحل الباقي. حذفي الصورة. ماشي. أحلام؟ ما حدا رح يعرف غيرنا باللي صار، ماشي؟ ماشي. مثل ما بدك كرم، أنا ما رح أقول لأي حدا أبداً. حلو. شو رح تعمل قلي؟ لازم فوت على بيت مجد. كيف؟ مو خطير هاد الشي عليك؟ بس ما في أي طريقة تانية. إذا بدك أنا بقدر ساعدك كرم. لا أنا ما بدي أعرضك للخطر معي. خلص أنا بحلها. بس هو وين بيته؟ بقول لك بس مو هون المشكلة. الفوت على بيته مستحيلة. شو السبب؟ لأنك بتطلع على الشقة بالأسانسير مباشرة، وفي بطاقة خاصة مشان الأسانسير، هيك عامل. يعني ما في أي طريقة تانية لأقدر فوت؟ إيه في، عن طريق الدرج، بس ما حدا بيستخدمه. آه طيب رح أجرب. خدي اكتبي لي العنوان. طيب يلا روحي. على فكرة أنا بموت من برودة دمك. شو روح؟ لك رجلي عم ترجف من الخوف. خلص ماشي، قلت لك أنا بحلها. يلا أنا بحلها، أنت لا تخافي. يلا. لوين بدك توصل يا مجد؟ حضرة المدير. تعال يا مجد. الحمد لله على سلامتك. تسلم. واضح انك منيح. ايه كتير منيح. اذا ما عندك مانع بدي اسألك سؤال. طبعا تفضل. شو هالشي اللي صار معك؟ مين اللي عمل فيك هيك؟ ليش عم تسأل؟ يعني ببساطة منشان نروح وندفنه وهو عايش سيدي، لأنه لازم يدفع ثمن عملته هي. لا نحل هذا الموضوع، لا تتدخلوا فيه. يعني هيك بدك أنا نمرق الموضوع بدون ما نتدخل؟ بكرة بيجي واحد تاني وبيحاول يقتل مديرنا ونحن مجد. آسف سيدي، كأني جاوزت حدودي؟ يعني شوي يا ابني. صدقني يا سيدي، لأنه وضعك صعبان علي كتير. يعني بس لو بعرف مين هالعديم الشرف. خفنا عليك يا حضرة المدير. شوف مجد، مثل ما قلت لك ما رح تتدخلوا بهالموضوع، ما رح تعرفوا مين ولا رح تحاولوا تعرفوا كمان. اللي بتشوفه يا حضرة المدير بتأمر. المهم هلأ إنك منيح وعم تعيط علينا. لا تواخذني سيدي. مرحبا. مرحبا. افتح شنطتك. خد هي. بيمشي حالة؟ بتكفي؟ ايه طبعا. اكيد ما حدا رح يعرف. اكيد مدام. وفي هون مصاري اكتر من اللي طلبته. اللي امتى بتطلع نتائج التحليل؟ يعني بدها شي كم يوم. ما بدها الزيادة، مشان هيك بدي اياها اليوم المساء. بس يا مدام. رح تجهزها، حتقدر، متأكدة. طيب خلص رح أحاول.
طيب ما تنسى تخبرني فورا أول ما تطلع نتائج التحليل، ماشي؟ تمام. هنشوف إذا أبو بنته عن جد رح يبين. تمام. يلا يا ريت تشتغل بسرعة ولا تضيع وقت. يلا بالإذن منك. إن شاء الله أكون غلطانة. لعمة على هالقصة. على أساس الهارت فاضي. على القصة. سيدي كرام، قديش حلو اسمع صوتك يا سيدي. انت منيح؟ وينك هلا؟ انا منيح، وهلا صرت كتير احسن لاني سمعت صوتك. انا برا سيدي. سيدي احكي يا كرام.
أنا لازم شوفك. نلتقي بالمشفى مثلاً؟ تقدر تقوم نتخذ شيء؟ لا ما فيني أقوم يا ابني، ما بقدر. بس هاي مو مشكلة، تعال على الغرفة ودير بالك منيح. ماشي، رح لاقي شي طريقة تانية. عم بستناك ابني. لكني أنا على الطريق سيدي. والله يا حلو نضحك عليك، ولهلأ ما نقدر يان. فيني استخدم لابتوبك شوي مجد؟ كرم هي أنا، ما فيني علي أكثر من هيك. ليك اسمعني منيح، شو بدك بصوتي الواطي هلأ؟ ركز منيح شو بدي قلك. لازم نلتقي بسرعة كرم. لك لا تجنني، الموضوع كتير خطير. اللي وينك وبجي لعندك. ايه عرفته. ماشي أنا جاي. لنشوف لوين بدك تروح. سما بنتي. نعم حضرة المدير. بنتي روحوا ولا تضيعوا وقت، ما عندكم شغل؟ معقول هالحكي سيدي؟ انت اهم من اي شيء. ليكوا يا اولاد، انتوا هون من الصبح، روحوا وارتاحوا شوي. مستحيل نتركك وانت بهالحاله، خاصه انت يا بنتي هون من امبارح بالليل. يلا روحوا، يلا روحوا، هذا امر. يلا. امرك سيدي. تصبح على خير. أي غرفة؟ يلي هنيك. شكراً لكم. مرحبا. أهلين. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كيفك أنت؟ منيحة، منيحة كتير، مثل مو شايف. الشباب هن اللي اتصلوا وخبروك إني هون؟ قالوا لك الزلمة ماله حدا، معناها خلينا نزعج مرته السابقة ونجيبها. لا، ما كنت بعرف إنك انصبت. كيف لكان؟ جيت لحتى أشوفك، حكولي عن الحادثة، يمكن لأني كنت مرتك. بعد كل هالسنين جيتي لتشوفيني؟ ليش يا سراب؟ صاير شي؟ قصدي ما كنا نحكي. ايه صح، بس ما بعرف إذا كان بيصير خبرك وإنت بهالحالة، بس أنا عاجزة يا يوسف. شو القصة؟ أنا عندي ولد. ما كنت بعرف. هو واقع بمشكلة، وأنا أجيت لعندك لأطلب منك تساعدنا، بس وإنت بهاي الحالة
طلب مساعدة منك بيكون ظلم لإلك. أنت خبريني شو فيه بالأول، ممكن نقدر نلاقي حل وما دخلها حالتي. شو بو ابنك؟ شو هي المشكلة اللي صايرة معه؟ مخدرات. هو تعرف على ناس مو مناح، وخاصة بالفترة الأخيرة ما بيجي على البيت وما بيسمع كلامي. أول شيء شكيت بأنه عم يتعاطى مخدرات. تفضل. سلم ايديك. وهدول لك خود. ماشي يا آغا، بس أنا لسه بدي أكتر من هيك، والمصاري مو مشكلة أبداً. اسمعني منيح شو رح أقول. هلأ هذا اللي عندي، بحاول إني أعطيك قدون الشهر الجاي. فهم علي، أنا محتاج أكتر. يلي عندي قلته. أكيد في حدا هون بيكون عنده وبتاخد عمولتك. طيب بنشوف. انت روح هلا واستنى مني خبر. ماشي. يعني مثل ما قلت لك كنت شاكه انه عم يتعاطى، بس الأسوأ من هاد عم يتاجر فيها. يا الله. انت شرطي، يا ريت تحاكي، واذا ما رد فيك تهدده، خليه يخاف منك. أنا بتصرف كرمالك وكرمال الأيام القديمة يا سراب. شكراً إلك، بس بالأول لازم أقوم ووقف عن رجلي. رقمي، ناطرة اتصالك. ماشي. الحمد لله على السلامة. أيوة حضرة المفتش، مو قلت لك منقدر نرجعها لو انحذفت؟ ايه. للأسف ما طلع في شيء محذوف، لأنه ما تسجل شيء بهذا الجهاز أبدا. يلا عادي، بس أكيد أنت يا ابني عملت كل اللي بتقدر عليه، ما هيك؟ بالضبط سيدي. معناتها اتصل بالمدير وقل له هذا الحكي، خليه يسمع منك. ماشي؟ طيب ماشي سيدي. يعطيك العافية. ايه يا ابني قلي. ما صار اي مشكلة بعد ما انحذفت المشاهد، حاولوا يرجعوهم بس ما قدروا. ليش كان رح يصير مشكلة؟ استخدمت برنامج معقد شوي وصار الجهاز وكأنه ما سجل شيء ابدا. يعني ما عاد عندنا ولا مشكلة، حلينا الموضوع. شكرا يا ابني، انت بتعرف شغلك منيح. طيب بابا انا مشغول هلا، برجع بحاكيك بعدين. وينك لهلا يا وردتي؟ هي اجيت. قلي لي حكيته؟ ايه حكينا، ويا ريت ما حكينا. وليش؟ شو صار؟ ما بعرف شو صاير لجلال، ما بدها تجي، ما قدرت اقنعها. اللي عملته فيني بخجل كتير. شو اللي بدها توصل له هاي البنت؟ شو ما قلنا خاطر عندها؟ كيف تتخلى عنها وبتترك كل شيء وتروح فجأة؟ ها؟ يلا قلي ليش حضرتك مهتم فيها لهي الدرجة؟ شو؟ إذا ما بدها تصطفل شو نعمل يعني؟
بتعرفي إنه هي بعتبرها مثل بنتي؟ لهيك أنا مزعوج. المهم نحنا هون جلال، مصطفى، أنا. بس أنت ومصطفى غيري أو ورتي؟ لكن خلينا نحس إنه نحنا غير كمان. إيه؟ ملاك وملاك، ملاك وملاك. ريم، أنا ما عاد فيني أتحملك. حضرة المدير، وصلت يا كرم؟ هلأ ما في حدا، تقدر تجي لعندي. بعتذر ما رح أقدر أجي سيدي، طلعت لي شغلة ضرورية. طيب مو مشكلة، بس تعال خليني شوفك. طيب ماشي ولا يهمك. ايه تعال انت تعال. طلعت كتير سهلة. أيوة. حلو كتير. يلعن هالحظ. يا ولد على السريع بتجيب كاسات شاي لكل الشباب اللي هون وعلى حسابي. لا تجيب لي شيء لانه مو جاي على بالي اشراب. ولك اسف، لا تواخذني، ما عرفتك، سامحني، انا غلطت. اعطيني ايدك. ولك بعيد من هون، روح انقلع وما تخليني اشوف وجهك مرة تانية. أمرك يا أخي.
يلا نقلع. وهلا اسمعوا يا شباب، انا العدو لجلال، وانا العدو رقم واحد لبياع الكباب. يعني انتبهوا تغلطوا مثل ما غلط هداك الحيوان، واي حدا عنده مشكله او اي قصه صايره معه بده يحلها بيجي لعندي انا، انا راح احل له اياها. ماشي. جلال قتل كل اعدائه لحد اليوم، انت بتعرف؟ عفوا شو قلت؟ ما سمعتك يا حلو. يعني لكون انا متت وما عندي علم بهالشيء؟ هاد جلال بياع الكباب لحد هاليوم ما قدر حتى يواجهني انا. ليش يا اخواتي الهالوين؟ لانه عنا مخ، وهذا الشيء اللي ما عنده يا بياع الكباب. مع الايام رح اعلمكن كيف تشغلوا مخكن واحد ورا الثاني. يا ولد جيب الشاي، يلا اشربوا اشربوا الشاي يا حلوين، وارجعوا لشغلكن يا اخواتي. الله، اخي الخد الاحمر، اخي احترامي لك اخي. لك يا دوريد لا تتعبني، كل ما بشوفك ما بلاقي غير عم تنحني وتعمل حركات ما لها طعمة ابدا. روي علي اخي، اسف اخي. من بعد اذنك لو نحكي على انفراد شوي. يلا يا اخواتي صحة وعافية لكم كلكم. تعال يا دوريد تعال معي. أخي آسف زعجتك، بس في شغل محرز. احكي. اسمعني أخي، في شاب اسمه سلمان معه كتير مصاري، إجا لعندي وأخذ مني بضاعة كتيرة، بس أنا ما عاد ضل عندي بضاعة. هو قال لي إذا بقدر جيب له كمان. قال لي شو لازم أعمل يا أخي؟ عمهلك لا تتسرع. ولك يعني يا غبي ما بتعرف إنه نحن ما منشتغل هيك شغل؟ أخي يعني عفوا منك، بس ما بحب إنك تكذب علي، أكيد أنت عندك معارف وبتقدر تجيب لي بضاعة. يعني قل لي شو رح استفيد أنا؟ شو مفكر مشان أي شغلة بحكي مع معارفي؟ وخاصة إني ما رح استفيد. أخي أنت لا تهكى الهم أبدا، أنا شايل عمولتك على جنب. ليك هلأ خطر ببالي اسم بيقدر يجيب لي. آه شوف خطر لي اسم تاني. شكرا يا أخي. ماشي يلا رح شوف شو فيني أعمل، وأنت استنى مني خبر. أخي أعطيني إيدك الحلوة لبوسة. لا ما بحب هاي الحركات. شكرا لك يا أخي. يلا. أخي ولك ما كفاك كف واحد؟ حاج يا أخي جيت مشان آخذ المصاري. يلا خود روح نقلع. يلا ان شاء الله عجبتك، خليت كل اللي قاعدين يخافوا منك. ايه كنت مني. المره الجايه اذا بدك تقتلني قتلي اكبر بتعطيني 100 ليره فوق هون. لك روح ولك، شو انا ناقصني مجانين؟ صحه وعافيه. عقلبك حبيبي، ما بدك تاكل؟ لا رايح. لوين بهالوقت؟ أنا رايح لعند ملك، بدي حاكيها، وإلا اليوم ما رح يجيني نوم أبداً يا ورتي. لوين راح بابا؟ في عنده شغل مشان اختي ملاك.
يلا خلص أكلك. شوفي لي هاد. طيب بس شو له علاقة كرم بهي المرة؟ والله ما بعرف. ليش انتي ما بتعرفي؟ هاي المرة كانت بدها تقتل بابا. دقيقة، أنا ما عاد ركزت. هاي بتكون مرت ابن كونستانتا. كرم أنقذ بابا جلال من إيد ابن كونستانتا. هلأ أنا ما عم أفهم، يعني لما بتشوفي هالفيديو هاد بتحسي إنه كرم وهي المرة شركاء؟ كيف يعني مجد؟ ليش ليعمل هيك شي؟ والله أنا اليوم لحقته لحتى أفهم منه شو القصة. أنت لحقت كرم اليوم؟ لحقته إيه؟ قلت بلكي بياخدني على شي مكان لاقي فيه أجوبة لكل أسئلتي. إيه؟ ولشو وصلت؟ فشلت لأني ضيعته بالطريق. هدول شافهم بابا جلال؟ لا ملك لسه. ليش ما ورجيته ياهم؟ شوفي لأنه لأنه شو؟ هاد أصعب جزء بالقصة يا ملك. إذا ورجيت هالمشاهد هي لبابا جلال فكرم أكيد رح يموت، ورح تموت غالي فتون، وأحلام رح تموت. إيه شو بدك تعمل؟ يعني أنت بالآخر رح تفرجي هذا الفيديو أو لا؟ لك طيب إذا ما ورجيته هي المرة بجوز يطلع كرم هو عدوه لبابا جلال، وهيك منكون عرضنا للخطر. وليش ليكون كرم عدوه لبابا يا مجد؟ هو أنقذه بالأساس. وأنا هذا اللي مخليني ساكت لهلأ. أنا كنت بدي أطوي صفحة كرم بدون ما حدا يشوفني. شو؟ مجد عن جد عم تحكي؟ يعني مانك عم تسمعيني؟ مو شايفة هي المشاهد؟ أكيد أنا عم أحكي جد. الموضوع هو بابا جلال، هو على القصة. والمشكلة هاد كرم والخالة فتون وأحلام طبعاً معهم. إيه يعني نحن يا رح نصير أعداء يا حبايب. ليكون عندك خبر طبعاً. وليش عم تقلي هالحكي؟ لأنه يا روحي رح يجي يوم ونضطر نختار بيناتهم، يا أما بابا جلال يا أما هنين. وإنتي كمان بتعرفي هذا الحكي ما؟ أكيد بعرف. إيه؟ وحاسة إنه هذا اليوم ما له بعيد أبداً عنا. وأنا هيك حاسس، كأنه عم نقرب من نقطة النهاية أكتر وأكتر. بس ليكي أحلام لما شافت المشاهد ركضت لعند كرم وخبرته، ما ترددت بنوب لأنه مثل أخوها. أنا لو كنت مكانها كنت عملت نفس الشيء. مجد أنا كتير خايفة. على فكرة الخوف ما راح يفيدنا بأي شيء. مثل ما هلأ حكينا نحن رح نضطر نختار بيناتهم، يا نحن وعيلتنا يا هنين. مزبوط. سيدي كرام، مبين انك تحسنت. تعال يا ابني، انا منيح، لا تخاف علي. عود. سامحني يا سيدي، انت عرضت حياتك للخطر بسببي. لا انت اللي بدك تسامحني يا كرم، اللي عملته فيك مو مقبول ابدا. هديك القصة نسيناها حضرة المدير، انا مدين لك بروحي. انسى هالشي هلأ، خلصنا منه. اسمع،
حكيت مع المدير، قال لي إنه فصلك، بس أنا خبرته كل شيء وهو تراجع. يسلموا كتير، وأنا كنت عم جهز لك هدية لأمتك بالسلامة، كنت رح سلمك جلال بس ما زبطت. سمعت تولى مجد الموضوع. مجد سيدي؟ شو صار؟ لا ولا شيء، كمل حكيك سيدي. حتى انه مجد خطر بباله انه المشاهد ممكن تكون انحذفت. ايه قال خلي زملائنا بالفريق التقني يهتموا بالموضوع. ما طلع معهم شيء؟ ايه ما مشي الحال. لا تزعل روق، خليني بالاول قوم ومنكمل مسيرتنا سوا. طيب ماشي سيدي، انا هلأ مضطر روح، عندي شغلة لازم حلها بسرعة. ماشي، ارجع على شغلك، انتبه على حالك. روح يا ابني. وشو رح يصير هلأ؟ كيف بدنا نعرف ليش كرم كان موجود هنيك؟ ما بعرف، المفروض نلاقي شي طريقة. إذا ما فهمنا شو كان صاير، مشكلة كبيرة. معقول إجا كرام؟ ما بعرف. بابا جلال. طيب أنا رح روح هلأ. شو ما رح تقلي لي؟ تفضل يا بنتي. لما شفتك أول مرة حسيت بدفى جواتي، اطلعتي فيني بطريقة حلوة، طلعي فيني انت كل حياتي. ليش عم تعملي هيك بأبوكي؟ قد ما حاولت يا بنتي لساتك عم تطلعي بنفس الطريقة. بابا احكي يا عمري. انتي احكي اللي بدك تحكي، انا نعسانة ولازم نام. سبحان الله، تعالي لا تكسري بخاطر هالختيار، خلينا نرجع على بيتنا. لوين بدي ارجع بابا؟ انا ببيتي هلأ. لا تحكي هيك. شو بيصير؟ تضربني مرة تانية يعني؟ أصلاً يمكن أنت جاي لهون لتضربني. ليش عم تعملي فيني هيك؟ في كل حياتي ما رحت لعند حدا وأنا بهالحالة هي اللي فيها يا بنتي، ما رحت أبداً. أنت حسستني أني يتيمة من جديد يا بابا جلال.
قادر سامحك بسهولة أبداً. بنتي. يا ريت أن قطعت إيدي وقتها. ليكي بنتي، إذا كنتي بدك تجيبي غراضك لا تجيبي هون، عنا كل شيء. لا تعذبي حالك. الله يسامحك يا بنتي. بابا بعد إذنك خلي شوفيرك يروح وتعال على المستودعات فورا. مجد، أنت شو عم تعمل هنيك؟ أنت تعال فورا بابا لأنه ضروري نحكي. ابني شوفي شو صاير. بابا قال لي انت رفعت ايدك على ملك، كنت عندها من شوي، بس قال لي كيف قدرت تساوي هيك؟ ولك هي بنتك، بنتك. مجد انا مزعوج كثير من هالقصة، لهيك لا تبلش انت كمان، لا تحكي ولا كلمة مشان ما فيش خلق فيك. لأني بهون عليك عادي، أساساً حضرتك بتعمل اللي بدك يا باللي بيحبوك. يمكن سمعت ليش أنا عملت فيها هيك. معلوم شو هالجريمة اللي عملتها، بس لأنه راحت على المطعم. أوه، بس أنت بتعرف مطعم مين؟ تعرف؟ بابا لا تعمل هيك، ملك ما عاد صغيرة وهي بتعرف تتصرف كتير منيح. ولحد هذا اليوم بابا شي مرة تصرفت ملك بطريقة مزعجة إلك؟ طبعاً لا يا ابني. طب ليش هيك سويت بابا؟ ليش لهالدرجة ضايقتك روحت على المطعم؟ ليش كتير بالغت بردة فعلك؟ قولك قلي شو بدي برر لك؟ آه هيك صار الحكي؟ معناتها اسمع يا أبوة، اسمعني منيح، بتعرف شو اللي عاشته بنتك بالشوارع قبل ما حضرتك ترجعها؟ لا تشوفها قاسية هيك. هالبنت كانت تنضرب، ولما حدا تاني ينضرب كانت تقعد تبكي عليه، وانت ضربت هيك بنت حساسة. بكفي، خلص خلص اسكت. بنوب ما رح اسكت. وفوق كل هاد ملك شافت امه وهي عم تنقتل قدام عيونها. فكر شي مرة بحياتك شو اللي حاسسته هي البنت جواتها؟ سألت حالك شي مرة بس؟ انت مفكر انه هذا الشي بيروح من بالي؟ ولك انت كيف عم تسألني هيك سؤال؟ انا رايح.
تعا مو وقت زعل هلا. ليش عم تحكي هيك؟ ليك مين عم يتصل؟ مين؟ شو بدك يا قصي الواطي؟ كيفك يا شريك الضرب؟ ما اشتقت لي؟ احكي اللي عندك ولو خلصني بلا مقدمات. لك شو بده يكون فيه يا مجد؟ غير قصتي مع جلال. وانت بقى شو مشكلتك مع جلال؟ اسمح لي خلي هالقصة بيني وبين حالي، يعني قلت لك اعطيني جلال لاعطيك عيلتك وما اهتميت وطنشت. ليك اسمعني ولا، لك انت اساسا مانك زلمه لحتى عبرك، لك انت بلا اي قيمه يا واطي. لا تشد على حالك كثير، انا حبيتك يا ولد وانت صغير كنت عصبي كمان. ليك اسمعني شوي، خليني اعطيك مكافاه تانية. شو رايك نساوم على اكثر من شغله؟ وهالمكافأة هاي شو هي؟ شفت ما أحلاك بس تهدى وتكون رايق؟ اسمع يا مجد. أنت بتعرف مين أنت بالحقيقة يا ولد؟ اسمك الحقيقي يا ترى مجد شي؟ شو اسمي الحقيقي طيب؟ رح قلك صار لازم تعرف الحقيقة. انت جاهز؟ اسمك الحقيقي مو مجد يا ابني، اسمك الحقيقي هو رح لقيك يا قصي الواطي. جلال؟ ألو قصي؟ قصي؟ أكيد هذا الواطي سكر الخط. أنت ليش عملت فيني هيك يا بابا؟ شو بعمل لي يا ابني؟ ما قدرت أمسك حالي، ما قدرت أتحمل، طلع الحكي مني غصب عني. ليش عملت فيني هيك يا بابا؟ كان رح يقول لي اسمي، ليش عملت هيك؟ شو اللي عملته؟ شو اللي عملته؟ قلت لك ما قدرت أمسك حالي، ما قدرت أمسك حالي يا ابني. بس رح نلاقي، رح نلاقي اسمك وراح نعرف عيلتك كمان. لك ليش عملت فيني هيك؟ ما كان لازم تساوي فيني هيك، ما كان لازم. يا قصي رح تخرب كل شي بنيته يا حقير، أنا بحاسبك. ابني الحلو يلا نام، بوس الماما، يلا غمض عيونك. ألو مدام ريم، إن شاء الله ما أكون عم إزعجك بهالوقت المتأخر. ولا يهمك، اللي طلعت نتائج التحليل؟ إيه طلعت. احكي. متأكد؟